في ظل حرب شرسة وأوضاع إنسانية مزرية، يستقبل السوريون في المناطق المحاصرة كريف حمص الشمالي ضيفا ثقيلا جديدا هو فصل الشتاء. واقع الحصار هنا في ريف حمص يفرض نفسه وينعكس بارتفاع هائل في أسعار المحروقات التي تضاعف سعرها في منطقة يعتبر انعدام الدخل لأغلب ساكنيها سمة أساسية. الريف الشمالي عم نعاني من ارتفاع كبير بأسعار المازوت بسبب الحصار اللي عايشين هون، عم نلاقي ارتفاع ضعف أسعار مسيطر عليها النظام، مناطق النظام، فالله يعيننا والله يعين العباد. هلأ عم نمر بفترة جدا صعبة وهي ارتفاع الأسعار كافة الجوانب، سواء من ناحية يعني المازوت، البنزين، الخضرة، الألبان، الأجبان، هذا الشيء كله نتيجة الحصار المطوق على ريف حمص الشمالي وصعوبة إدخال المواد بشكل قوي. الجمعيات الإغاثية تحاول جاهدة إنقاذ الموقف، لكن الأزمة تتسع لتتجاوز قدراتهم، ما يدفع الناس للبحث عن بدائل أخرى للتدفئة كالحطب مثلا، والذي سبب الاعتماد عليه أزمة بيئية جديدة. أخي نحن كبائعين محروقات ريف حمص الشمالي عم نعاني من مشكلة إنه المواطن عم يلاقي ارتفاع بأسعار المازوت وأسعار البنزين. ليش؟ لأنه عنصرنا غالي بسوي الحصار اللي عايشين بريف حمص الشمالي والله، والحمد لله رب العالمين على كل حال. والمازوت تعرف أنت بالشتوية عم يطلب كثير، والله يعين المواطن والله يعين البائع. أنور أبو الوليد لقناة حلب اليوم ريف حمص الشمالي.